وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ ان شاء الله هنكمل النهاردة الحج وهناخد مناسك الحج. واول منسك من مناسك الحج، الاول يعني ايه منسك؟ يعني عمل بنعمله لوجه الله، وهي اداء بنعمله في الحج عشان ربنا يتقبله مننا، زي ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وزي ما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاجة الحج بيعملها اول ما يوصل مكة المكرمة بيطوف حول الكعبة 7 مرات، وبيبدأ بالحجر الاسعد، والحجر بيكون في ركن من اركان الكعبة، وبيبدأ الطواف بيه وبيلف الحاج حول الكعبة. بعد كده بعد ما بيخلص 7 اشواط حول الكعبة بيروح الصفا والمروة. الصفا والمروة دول يا ولاد اللي احنا حكينا عنهم، عن ايام السيدة هاجر كانت قاعدة تدور على المية لابن سيدنا اسماعيل، فقعدت من الصفا الى المروة تروح تجري، من الصفا الى المروة وترجع تجري من المروة الى الصفا، وهكذا 7 اشواط. فبقت سنة من سنن الحج اللي بنعملها، ومنسك من مناسكه اللي احنا بنعملها، وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عملها في الحج، عشان كده احنا بنتبع المناسك دي والخطوات دي. بأول حاجة خالص ان احنا بنطوف حول الكعبة 7 مرات، وبعدين بنسعى بين الصفا والمروة 7 اشواط. ثالث منسك من مناسك الحج ان احنا بنبيت في منى. الحج نفسه بيبقى فيه خيام في مكان اسمه منى. خلاص يا ولاد، بعد ما بيخلص السعي بين الصفا والمروه بيروح فين؟ يبيت في منى في خيام. بعد ما بيبيت في منى يعني بيبيت يا ولاد يعني ينام ويصحى. بعد ما بيصحى بيطلع على جبل عرفات، وكلنا عارفين وقفه عرفات، و كل الملبين يقعدوا يلبوا الحجاج، يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. بيقف الحاج بعرفات يوم 9 ذي الحجة من طلوع الشمس، يعني أول ما الشمس بتطلع يا ولاد لحد فجر يوم النحر، اللي هو إيه؟ ثاني يوم، اللي هو ثاني يوم اللي هو بيبقى يوم العيد، أو يوم من أيام العيد. بعد كده يبيت الحاج في المزدلفة، يعني ايه؟ يعني خلاص وقف عرفات وقعد يدعي، وخلاص المغرب أذن ونزلوا بقى من على عرفات، خلاص يقوموا ايه؟ يروحوا فين؟ في المزدلفة. المزدلفة ده مكان برضو اسمه المزدلفة، وبيناموا فيه ويصحوا يروحوا على جمرة العقبة. جمرة العقبة دي اسمها جمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى. في يوم بقى الايام العيد بقى الاول والثاني والثالث والرابع بيعملوا ايه؟ في يوم الايام العيد دي الحجاج بيروحوا يجيبوا 27 حصى. 27 ايه؟ 27 حصى. 27 حصى دي بحجم الفولاذ. يبقى خلصنا مناسك الحج. بان اول حاجه قلناها ان الحاج بيعمل ايه؟ يطوف 7 مرات حول الكعبه خلاص. وتاني حاجه بعد ما خلص ال7 اشواط بيروح للصفا والمروه. صفا والمروه قلنا الجبلين اللي كانت سيده هاجر بتسعى ما بينهما 7 اشواط. وبعدين بعد ما خلص السعي بتاعه بيروح لمنى، وبيبيت الحجاج في منى. وبعد ما بيبيت فيها يعني بيناموا فيها ويصحوا يروحوا فين؟ جبل عرفات. راحوا جبل عرفات اللي هو يوم 9 من ذي الحجة، اللي هي بنقول عليها وقفة عرفة. وقفة عرفة الحجاج بيقفوا على جبل عرفة، وبعد كده من طلوع الشمس حتى فجر يوم النحر. وخامس حاجة بيبيت الحجاج في المزدلفة. وبعدين بعد ما بيبيتوا في المزدلفة يعني يناموا ويصحوا فيها يروحوا فين؟ جمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى. ودي بيكون خلال أيام العيد، وقلنا إن الحاج بيجيب 27 حصى لكل جمرة، لكل عقبة، اللي هي العقبة الكبرى والعقبة الوسطى والصغرى، كل واحدة بياخد لها 7 حصوات وبيرميها، ويقول بسم الله ويرمي العقبات. وبكده بيكون خلصنا مناسك الحج. والسلام عليكم ورحمة الله.